السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة طريق المعرفة. لو أول مرة تشوفونا يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة. كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن إزاي تقدر تجيب مصادر أو إزاي تقدر تبحث وتدخل وتجيب مصادر، ولكن إحنا قلنا إن إحنا مش هناخد كوبي بيست، مش هناخد نسخ ولصق، أنت هتعرف بس هتاخد حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا وتصنفها وتكتبها بدماغك. طيب لو انت خدت كوبي بيست او لو انت رحت جبت بحث جاهز من مكتبة او من سايبر، طيب الموضوع ده ممكن يؤدي الى فشل البحث بتاعك وعدم قبوله. طيب هتقول لي هم يعرفوا منين؟ هقول لك هيعرفوا من مواقع كتير جدا اللي هقولها لكم في الفيديو. في مقالة في الوصف، المقالة دي هتدخل عليها هتلاقي فيها طريقة عمل البحث وحاجات كتيرة جدا، ولكن احنا اللي هيهمنا ان انت هتدخل على حاجة اسمها لمعرفة هل البحث مسروق أم لا. هنا في موقعين، ده الموقع الأول وده الموقع الثاني. في طبعا مواقع كتير جدا لمعرفة البحث بتاعك مسروق ولا لا، وخلينا نتكلم عن الموقعين دول. وهنا الموقع ده يعني سهل جدا والواجهة بتاعته زي ما انتم شايفين، ممكن تقدر تحمل البحث كله من عن طريق اختيار ملف من هنا، ولكن احنا يعني هنختار الطريقة الأسهل، وهي ان انت هتفتح البحث بتاعك من هنا وهتختار مثلا الفقرة دي، ممكن تختار الفقرات كلها او الباراجراف كله وتحطه هنا لصق، تمام، وتقول له تشيك دوبليكيت كونتنت، ابحث لي كده شوف لي الكونتنت ده او البحث ده او الباراجراف ده موجود في مواقع تانية ولا انا اللي كاتبه من دماغي. هو بدأ يبحث اهو، كتب لي اهو 100% انيك، يعني 100% فريد حصري بتاعك انت، ملكك انت، مش موجود في اي مواقع تانية. طيب خلينا احنا كده مثلا نروح على موقع تاني. مثلا انا دخلت على موقع موضوع وجيت واخد الحتة دي وجيت حاططها في البحث بتاعي وقلت كده انا كتبت المقدمة ومية مية من غير ما اعدل عليها ومن غير ما اكتب افكاري ومن غير ما ارتب الدنيا. هروح كده على نفس الموقع، تمام، وهعمل كده لصق وهعمل تشيك دوبليكيت كونتنت، هيبدأ يبحث معايا يشوف لي الموضوع ده حصري ولا لا، وده علشان كده انا بقول لكم لازم تعتمدوا على نفسكم وتشغلوا دماغكم. على فكرة البحث ده يعني رب ضرة النافعة، البحث ده هيخلي دماغك تشتغل، تمام. انا هنزل تحت اهو كاتب لي زيرو انيك، مش فريد خالص، وكاتب لي اهو الجزء ده موجود في 61 عملية نتيجة بحث و 57 برضو نتيجة، يعني الموضوع مش حصري خالص، وكتب لك اهو الاجزاء اهي، تمام، وكتب لك برضو المواقع اللي هي مستخدمة الموضوع ده. في برضو الموقع الثاني اللي هو الموقع ده، ولكن الموقع ده بيتم يعني بيجيب لك مرة واحدة وبعد كده بيقول لك سجل. برضو هتعمل هنا يعني هتكتب المقالة هنا وبعد كده هتعمل تشيك، هيبدأ يبحث لك يقول لك يا اما اللي هو حصري او غير حصري، يعني لو عمل لك علامة صح كده يبقى هو حصري، لو ما عمل لكش مش هيبقى حصري. ولكن انا عملت كذا محاولة فطالب مني ان انا اسجل ايميل وباسورد وانا مش يعني مش فايق ان انا اعمل كده دلوقتي. بتمنى ان يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم، وياريت لو ما شفتش الفيديوهين التانيين ازاي تقدر تجيب المصادر وازاي تقدر تعمل بحث خطوة بخطوة، ياريت تشوفهم هيظهروا معاك دلوقتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.